السلام عليكم، شو اخباركم؟ زمان عنكم والله. عموما ان شاء الله انا برجع، بس يبي لي اتعود على الوضع الجديد اللي انا فيه. عموما انا بتكلم عن بيكسل 6. بيكسل 6 جهاز جدا ممتاز صراحة، لكن حاليا هل هو احسن وقت انك تشتريه؟ انا بالنسبة لي الجواب لا. افضل شيء او افضل وقت انك تشتري ممكن بعد شهر من الان تقريبا، يعني على نهايه فيب بدايه مارش يكون نزل الباتش حق مارش، فيكون يعني مضوا فتره طويله انهم يصلحون المشاكل. طبعا وش المشاكل هذه اللي صايره في البيكسل 6 بشكل عام؟ اول شيء مشاكل السوفت وير، عندكم مشكله السوفت وير، البرامج، بعض البرامج تصير فيها مشاكل، كراشينج، بعض المشاكل اللي تكون مع نفس في الكاميرا بعض الأحيان يصير فيه كراشينج، بس عموما هذه المشاكل قريت عنها. الحل أو الفكرة من هذه إنهم قاعدين ينزلون باتشز يصلحون المشاكل ويضبطون المعالج حق الجهاز. هو جاي كاستم من جوجل نفسه بالتعاون مع سامسونج، فبرامج الأندرويد هي مفروض تركب عليه صحيح، بس انه بما انه برنامج جديد وعلى كل شوي ينزل لك باتش ياثر على الايكو سيستم حق الاندرويد، فهم يحتاجون شهرين، 4 شهور، 5 شهور يمكن عشان بس ايش يتاكدون كل شيء ماشي صح. خصوصا بيكسل 6، انا بيكسل 6 لو تدققون يعني هو زي الايفون الان، المعالج من الشركه، الجهاز من الشركه، والسوفت وير من الشركه، فمعناته انت انا غطيت كل الجوانب. عموما بالنسبة لي طبعا هي شغلتين، ليش انت تشتري بعدين؟ يعني انا اقصد على مارتش، اول شيء بيصير عليه ديسكاونت كبير. ليش بيصير عليه ديسكاونت؟ بينزل الاس 22 الترا وراح يكون سعره مرة غالي مقارنة بجوجل، وجوجل راح تنافس سامسونج الان، راح تنزل سعرها كمان، فالشغلة هذه راح تنافس عليه. الشغلة الثانية السوفت وير والبرامج، ما راح يصير فيه بجز من هنا الى بداية مارتش. فإذا بتسوي بري أوردر، يمكن تبي تسوي لك بري أوردر فترة طويلة، ما تبي تدفع شحن زايد، خله ياخذ وقته، ممكن فكرة. بس كيوزر كيكون جوالك الأساسي، أنا أشوف إنه هذه الفترة بما إني قريتهم في مشاكل وبقز كثيرة ممكن تأثر على الإيكو سيستم حق جوجل. عموما هذه بس نصيحتي للي يبغى يشتري بيكسل، احتمال كبير آخذه، بس أنا أبغى 256 جيجا بايت، ما أبغى 128، صغير علي صراحة، يعني قليل يعني صراحة. 128 يعتبر مساحة قليلة. يعطيكم العافية، عندكم أي سؤال في الكومنتس، أشوفكم على خير.